أسيوط الآن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس مينا إبراهيم، منسق عام مؤسسة حياة كريمة في المحافظة. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك، أين وصلت محافظة أسيوط ضمن خطة مشروعات حياة كريمة؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. باشمهندس مينا اتفضل. بداية بس كنت عايز أوضح، طبعا زي ما حضرتك ذكرت إحنا بالفعل شغالين في عدد كبير جدا من القرى في محافظه اسيوط في كل المجالات الخاصه بالمبادره، سواء مجمعات حكوميه او مجمعات زراعيه او صرف صحي او وصلات ميه طرق، فكل ده احنا شغالين فيه داخل المحافظه هنا، ويعني بنسب تنفيذ كويسه جدا لغايه دلوقتي. عدد المجمعات الخدمية 35 مجمع خدمي، والزراعية زيهم، وده لأن احنا عندنا في كل وحدة محلية مجمع خدمي ومجمع زراعي خاص بكل وحدة محلية، بيوفر مجموعة من الخدمات الأساسية للوحدات المحلية لأهالينا، سواء كان مركز تكنولوجي، مكتب تموين، وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب تضامن اجتماعي، كل الخدمات الأساسية اللي تخلي أهالينا يستفادوا بالخدمات اللي محتاجينها من غير ما هم ينتقلوا لغاية المركز أو للمحافظة حتى عشان ياخدوا الخدمات دي. باشمهندس مينا، المستهدفات انتهت خلاص، سننفذ جملة مشروعات في قطاعات معينة بهذا الشكل، ولا هناك مساحة ما لإحداث بعض التطويرات، إدخال مشروعات ربما لم تكن مدرجة ضمن تصوراتكم في المرحلة الأولى؟ هو احنا دايما يا فندم زي ما ذكرت يعني في لقاءات قبل كده مع حضرتك، إن احنا بصفة مستمرة موجودين مع أهالينا، بنسمعهم، بنشوف إيه اللي كان مطلوب في البداية واللي احنا شغالين عليه واللي هيكون كمان. نعم. فطبعا طول ما احنا موجودين احنا بنرصد راي اهالينا، بنتكلم معاهم، طيب ايه رايك؟ هنلاقي اغلب المشروعات اللي بتتم حاليا هي مرضيه تماما لنسبه يعني اللي هم كانوا محتاجينه اهالينا، سواء كان صحيح. مجمعات خدمات، وحدات صحيه، مدارس، رصف، عايز اقول كمان يعني كل الخدمات اللي موجوده هي الحاجات اللي مطلوبه. صحيح. وقد تزيد كمان. نعم. حتى كمان يعني انا شايف في صور محاضرتك حتى كمان محور سكن كريم. صحيح. كل المحاور اللي احنا شغالين عليها هي محاور اساسيه، كان احنا في البدايه خالص اهالينا كان الطلب الاساسي ليهم هو الصرف الصحي. لا، احنا النهارده عندنا صرف صحي، وصلات الميه، الطرق، الغاز الطبيعي دخل معانا في بعض القرى. نتكلم على الاتصالات والانترنت بفائق السرعه، كل ده بقى موجود بخلاف طبعا المدارس والوحدات الصحية. كل المتطلبات الاساسيه حضرتك اشرت اليها اللي تقريبا قد تتشابه طبيعه الاحتياجات فيها من قريه الى اخرى الا باختلافات طفيفه للغايه. المهندس مينا ابراهيم، منسق عام مؤسسه حياه كريمه في محافظه اسيوط، منضما الينا عبر الهاتف، مسلطا الضوء على طبيعه المنجزات الجاريه في القرى المستهدفه ضمن هذه المرحله في حياه كريمه.